يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم فاز النادي الاهلي بكاس السوبر المصري عن الموسم الماضي، فاز على بيراميدز بهدف دون رد، هدف لعلي معلول، هدف من ضربه جزاء في الوقت الاضافي بعد ما انتهت المباراه في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي. ورغم التعادل السلبي في 90 دقيقه او اكثر مع الوقت الضائع، ولكن كانت مباراه ممتعه، حاول فيها النادي الاهلي، حاول فيها نادي بيراميدز. تألق احمد الشناوي وتألق اكثر محمد الشناوي، تألق علي جبر واحمد سامي في دفاع بيراميدز، وتألق جدا محمد عبد المنعم ومحمود متولي في دفاع النادي الاهلي. وسط الملعب في الاهلي كان رائع، وسط الملعب في بيراميدز كان رائع، وسط الاهلي بقياده مروان عطيه وحمدي فتحي، وهنا كان وليد كارتي رائعا في بيراميدز. خط هجوم هذا الفريق وهذا وذاك الفريق كان هجوم رائع، عشان كده المباراة بشكل عام كانت رائعة، كانت مباراة سوبر حقيقي، كانت مباراة تليق بالكرة المصرية، كانت مباراة محترمة بين الأهلي وبيراميدز. وقبل ما أتحدث عن أي أمور فنية، أشيد جدا وأشكر جدا دولة الإمارات على حسن الضيافة، على حسن الاستقبال، والأهم على حسن التنظيم. تنظيم رائع جدا كما جرت العادة في الإمارات. شكرا لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا أو هذه الاحتفالية الرائعة، احتفالية السوبر المصري.